اوكي، مرحبا من جديد. مكفين الطريق. بالحلقة الماضية شفنا القلعة العجيبة اللي رحنا استكشفناها، وهون استكشفنا محل جديد جرينوود. اوكي، هون شو بيعملوا؟ هات نشوف في حدا هون. يا كنا بالحلقة الماضية استكشفنا قلعة، فكرناها قلعة للإمبراطورية، بس طلع فيها ميجز وفيها شغلات. على هذا مسكر. اوكي، هاي شو قال لي؟ ميدري؟ ميدري يا. هون بيصنعوا عميد من العسل. هون طبعا في خلايا النحل، بس ما فيني ألم شيء. طيب مكفين. فمثل ما كنت ذكرت بالحلقة السابقة، عاوز اني بمود بروما، لاني ماني شايف في قصة رئيسية يعني امشي عليها، شايفها كلها مجرد مهمات فرعية. بروما من هون، بس هاي لوين بتروح؟ اوه كورول، هاي مدينة او قرية. انا هلا اوكي، هلا هيك لفوق بروح على كورول، بنزل لتحت. يا مظبوط، كورول هاي بتصير بالمكان هذا، بس ماني اكيد اذا المدينة هاي موجودة اساسا. ويت، في اشي هون. الترافلر! وات؟ بليز هيلب مي! وات؟ اوكي، هيلب مي؟ ويت! اوه ماي جاد، نو! ويت! هيلب مي! ويت! واو! ويت! Submit. Whoa. Scared him away. Okay. كانوا عم بيهجموا على. I thought that was the end. Thank you, traveler. Here, have some of the herbs I found before they assaulted me. Okay. هاي بتجمع أعشاب. أعطتني أورانج دارتوينج. Alright. وهذا السيكر تبعنا. Yep. عن جد شكله اللي صمم هيك شيء عن جد يعني. الكاميرا تبعتي كأنها شوي عادي، مش عارف ليش. واو. طيب شو نعمل؟ نروح على كارول هاي نشوف شو فيهم. رح اروح لانه يمكن توديني على المكان هذا، فرح امشي بالطريق هاي على الحصان تبع اللي هرب. او ماي جاد، وين الحصان تبعي؟ هلا كنت راكب عليه. فيني ارجع اندهله الحصان، بس ماني حافظ ال وات؟ اه بير؟ اوكي، ماني حافظ الكود تبعه، بس هو المفروض. يا شايف قديش عم بتهمهم، بس صوتها عالي. فنعم، في قول، هي المشكلة بسكايرم يعني، حتى باللعبة الأساسية بتسمع واحد قاعد عم بهمهم او عم بدندن. طلع انا هون وين؟ وات؟ يا عاوز اقرب على المكان هذا بصراحة، بس الحصان تبعي. خليني اول شيء اشيل الغيوم هاي، ممكن هلا بعد ما نبدد الامطار. يا بتاخذ معه ضربتين لحتى انه تعال جورد، بس ندور على الحصان تبعنا اذا فيني هلا اشوفه. ليك حتى هلا ضوات الطريق لاياها. يا فالحصان اختفى، ما مشكلة حرجع اندهله، فيني ارجع اندهله انا، ماني مضطر عليه. اهم شيء اني يعني حمولتي ممتازة، ماني عم بضطر اني احمل شغلات ثقيله، لانه ما في شيء عم بلاقيه، ما في شيء عم بلاقيه لهلا هقول انه شغله عليها القيمه. كل اللي قاعد عم بلم جواهر وذهب. يا يعني حمولتي جيده.
هاي شو ايش فراشي هون؟ اوه فراشي لونه بني. اول مرة بشوف هيك فراشات. يا ففينا استغنى عن الحصان وبعدين برجع بندهله. بستعمل الكود تبعه. اوف ستيل بلو هات. بنشوف انواع فطر غريبة. المود هذا بضيف اشياء كتير على اللعبة يعني انجريدينتس نباتات عتاد اسلحة ادوات مشروبات طعام. بعدنا ماشيين بهالطريق. اوكي قاعد اهرول. ليش الساعة هلا؟ 8 هرولة صباحية. اهلا انتو مين؟ بودي جارد؟ سيلف امبورتنت ايديوت. I had to rescue him from bandits once after he approached them to get into their mindset. What? No. Perhaps. Yes. Yes. You shall be the inspiration for my new character, the vagabond. Okay, hold on. Well, perhaps you shall soon see me on stage as you, the vagabond. Whoa. My next great character. شو عم بيعمل؟ بليز قول لي هون في اياليد روينز. اياليد ويل بون اوف ذا اياليد ادد. شو هي هاي البون اوف ذا اياليد؟ هياها increase your magicka منيحه by 50 بس هاي لمده 5 دقائق. واو اي اوه لوب خليك محلك. هون ما في كهف ما في محل له علاقة. لاحظوا هون الاياليد ويل لاحظوا نوع الصخور نوع الحجر اللي بيستعملوه لحتى انه يبنوا هالاشي هاي. هذا اكتر شيء بتذكر يعني اكتر شيء بميز الاشياء الكهوفة او الاماكن اللي هي اياليد. احنا هون ماشيين بالطريق لورا. تعال جورديس سيبك من هالدب هذا لا تشغل حالك فيه. انا ممكن باي ذا واي اذا فتحت الخارطة هاي ببين معي اذا في حوالي مكان بس ماني شايف مين هاي هون. ويت لا هذا اوكي. جورديس شغلت حالك فيه للدب. اوكي اشغل حالك فيه. أنا عم بستكشف بروما. هون في عندي إشي. هاي البحيرة. أوكي. اللي هي هون. هون زي كأنه. تمام أنا خليني ماشي ما راح أعمل شي هون ماني شايف. حتى لو فتحت هذا هون ما بعتقد بيقول لي إذا في شي حوالي مدخل إلى مكان ما. يعني ما عم شوف غير هالغزلان. يا ف نعم مود كبير يعني مود حجمه هائل خريطته اكبر من خارطة سولفسايم بس مثل ما عم نشوف عم نتمشى فيه و يمكن حاسه فاضي اكثر مما لازم. اوكي انا بدي اعرف هاي هون شو في بس فعم نقرب عليها. هون في عندي بتشوف هالاشي هاي بس ما بتعرف حاطين لك اياها بس. هل في شي هون معين؟ اها اوكي هالموسيقى الحلوة هاي لا تغرك. انه عم اقرب على مكان مخيف بس لحتى اخذ احتياطاتي. نطلع هذا يجس النبض اذا في شي حوالي. اها بس هذا كهف اندر بال كيف
Okay. بس بدي هيك ألقي نظرة عليه على السريع أشوف بس كيف شكله. أوه ناش. وين هذا إجا؟ كيف هيك؟ أوكي فيو سكيلتونز فيو سكيلتونز. ما بعرف قديش حجمه الكيف هذا. المشكلة انه معتم. اوه بس يكون معتم كتير. Wait a minute. Fire breath. اضو شوي المحل. عارف شو؟ تعال تعال تعال. بس معتم زيادة عن اللزوم. اوه ماني حابب اني استكشفه، حابب اطلع. ما بدي اشغل حالي فيه هلا هذا الكهف. وجورديس ما بعرف ليش ما دخلش معي. ما دخلتش معي على الكهف، راحت شغلت حالها بال يا انا على كل حال طريقي على اليمين. وين هو بالضبط المحل هذا اللي بدي اطلع عليه؟ تعال نرجع نجيب جورديس، انا بعدني هم مختاره. موف تو بلاير. I've got your back. بعدها معي؟ بعدها معي، اوكي. You lead, I'll follow. اهلا. Wait, what was that? There you are. اوه اوه اوه. نو راح يبردني هذا، راح يجمدني. طلع صرت مفرز. عندي شيء هون ممكن انه يحميني من البارق من الصقيع. في ريزيست ماجيك مش كثير. ماينر هيلينج. اوه ليك انا عشان بردان صحت نقصت. واو شو هذا مات؟ شو اللي اوف اوف اوف. اوكي ويت مين، هذا بدي اشتغل عليه عن بعيد. بس اثبت محلك، بس اثبت. شو هذا؟ ليش؟ ليش هيك عم بصير؟ منيح انه هذا اللي ما بحبه لما يجوا هيك بسرعة ينزاحوا. طلع شايف؟ بتحس انه اللعبة عم بتغش، مش انت اللي عم بتغش، اللعبة هي اللي عم بتغش. Skyrim belongs to the Nords. بتحس انه اللعبة عم بتغش قاعدة، طلع عم بشفي حاله. طلع، يكون منشغل قاعد عم بضرب شيء. شو عم بضرب؟ ارش. ليش ما عم بصيبه؟ هذا مش عم بشتغل. هات بقى نطلع له هذا. بس مرات الهجوم وات؟ الهجوم خير وسيلة للدفاع مثل ما بيقولوا. بس لازم الاقي شيء حتى ادفي حالي، بعدني انا بردان لهلا.
هذا أنا متعلمة يوسف. Yeah, I already know it. أوه هاي حلوة، هاي حلوة، هاي راح أخذها وأشحنها وأعطيها لجورديس. تعال نشحنها هاي. وين ستورمز؟ أوه لك عندي. Wait. No wait، أنا مش هاي اللي أخذتها؟ أنا أخذتها ولا ما أخذتهاش؟ بلا أخذتها. Wait، مع شيء أياليد زادة. لا أياليد داجر. واو. No، أنا عاوز أياليد روينز. بس فريزنج. يا هذا هو آي ستورم. راح نيجي نقول له شو بدي أشحنه؟ جراند. ما بدي أفضي إشي كتير عليه. جريتر. فاير بولز. راح أعطيها لجورديس. هذا بعده عايش. أوكي. جورديس بليز قولي لي ما تقولي لي متي. بليز. هي اوكي تعال. I'm right behind you. خليك always behind me. I need to train. I am at your command. I'm sure شوفي معك. اوكي اعطيني هذا. وهذا ما عم تستعمليه، رح احطه على الحصان اذا فينا اخذنه على الحصان. رح اعطيك هذول الاثنين، خذي هذا وخذي هذا، استعمل اللي بيعجبك منهم. Let's get going then. وصار وراي هذا المحل المفروض اطلع له، مش عارف بالضبط وين هو بس شكله فوق ومتشوق اعرف. اها اوكي هيا دراج طال على فوق. او في اشي هون. اطلع يا استاذ. كأني سمعت شيء انا. شو عم بصير؟ وين هذا الصوت؟ اوكي اوكي خليه هذا خط الهجوم او خط الدفاع. واو alright fire breath. اوه واو بتأثر بالنار هذا. ايوه جورديس عليهم. اوه مش ندمان عليها هاي لانه بصراحة هدول عن جد عذبوني. شو هذا زومبي؟ وات؟ اوه ماي جاد زومبي. أول مرة بشوف زومبيز باللعبة، أكيد هذا إنه نضاف بمود بروما أكيد. سكايريم أنا ماني شايف زومبيز فيها. واو. أورايت. أنا أول شيء ماشي بالطريق المضبوط، ماشي بالطريق المضبوط. اها يو فيل وورمر اكيد هلا رجع دفي الدفه. اهلا هيك في كذا واحد، في كذا واحد هون على السريع بتسلم. في اثنين. Wait a minute. خليهم من اللي ينشغلوا فيه. هذا مات. اوكي. انزلوا لا خلاص مدام جورديس معاي. دراجون. You'll never leave here alive. What? على السريع. هذا عم بدبح اليوم، عم بقطع روس، عم بقطع روس اليوم. واو منيح جورديس محمله اسلحه ممتازه. تعال هون. ايوه على السريع اليوم صاحبنا معصب. هذول شو هذول نكرو نكروميج.
فاير داست ما حاخذ شيء بس هيك عم بطلع. اوكي شو كانوا هون واقفين؟ هذا هو المحل وصلنا له بس الكيمي لاب رح اخذه بدون ما اقرا لان الكتب وات فكرته مثل بعلمني سكيل هذا هيك بين من لونه كوربس بريبريشن. اوكي هذول هون قاعدين عم بيشتغلوا على زومبيز بيقوموا جثث. فلا كان هذا المحل هون شو ما فيه اشي فيش كهف فيش الا هالكهف هذا هون ما استفدنا منه هالمحل. هذا الشرق فوق والشرق يعني فيني اطلع من هون ارجع اوصل عبروما ما بعتقد اذا ما بصور في طريق وحتى لو في طريق يا اما عاوز الحصان يا اما عاوز اني اشوف اذا فيني اطلع من هون في طريق من هون. اها اوكي نشوف هاي لوين بتوديني يعني يمكن تكون مسكرة. نعم مسكرة فيني انا اطلع. alright تعال نجيب الحصان تبعنا. واحد عم بطلع هناك شو فيه عم بطلع هون شو هدول الاشياء الزرقاء مش عارف. يا كيف نطلع لفوق؟ رح ارجع الحصان تبعي بصراحة. الحصان انا ماني متذكر شو هو الكود تبعه بس في طريقة فيك تعملها بتفوت هون على بتقول له UESP horses Skyrim horses. فهاي الصفحة انا فايت لها من قبل مثل ما شايف. حسب انت الحصان تبعك من وين اشتريته. انا اشتريته من وايت رن فهذا هو الكود تبعه. منك مضطر اذا في انه اصفار باول الكود فيك انك تتجاهلهم. 68D74 فراح افوت عليه 68D74 هيك بنكون اخترناه وبعدين موف تو بلاير تندهله بيجي لعندك. اجا خلينا اول شيء اخزن عليه الحصان اذا في عندي اشياء مش عاوز اطلع هون كميه الجواهر اللي حامل شغلات معي وحتى في معي سول جيمز مش معبيين فيني اني هذي قدي في معي بيتي ولسر فيني اشحن فيهم هذولي وهذا ما فيني اضبه دوم بريكر فيني نضبه هذا فاضي ما فيني اعمل فيه شي ماستر روبس شو في اشياء ثقيلة مش بحاجة إلى هذول كلهم هون الانجريدينتس راح بالمناسبة الوزن اللي أنا هون الوزن الأقصى 295 هذا كمان الحمولة هاي هي نص الحمول اللي أنا فيني أحملها. السيرفايفل مود بنقص لك قد ايه فيك تحمل فأنا أساسا فيني أحمل يعني تقريبا
مثل ما عم بتشوف حوالي 590، بس قام نزل لي اياها للرقم هذا. تعال نشوف اذا فيني اوصل لشي محل هون. المنحدر مش كتير يعني بصراحة، يعني الى حد ما مقبول. في منحدرات بتحس انه مقبولة، فيك انك تطلعها ما في مشكلة. وصلنا هون، هيا هذا بتصور الواتش تاور تبعه. اهلا. ويت، وات وات، شو هذا؟ فامباير ما عندوش راس. شو هاي؟ اوكي هلا جوردي استعد تفرجي. في هون عندي كان فامباير ما عندوش راس، شيء غريب. شو وضعه هذا؟ احنا هون المنطقة هاي جايين لها من قبل؟ نو، شكلها منطقة جديدة. غريب. بيور ديزيز هات بفيدنا. نوفيس روبس نو، سيف نو. طيب نكفي. الحصان كالعادة بخاف. يا الحصان المفروض كان يلحقني، بس بمود بروما في شي في ما بيشتغل. ويت، انا باي ذا واي فيني اني افوت. وات سيستم نو، هياها مود كونفيجريشن. نعم convenient horses. فولو، نعم يا هورس فولو مفعلة. كومبات بيهيفير يا، بس المهم انه الهورس فولو مفعلة، ولكن ما بيشتغل على مود بروما لانه المسارات الموجودة بالمود هذا جديدة عليه. مع اني كنت يعني متوقع انه تكون المدات. وات فايت فايت، شو القصة؟ شو عم بصير هون؟ شو عم بحارب؟ وولف وولف. اوكي thought you could get away huh. Got a coffin ready. Alright. شغلين على الذئاب. Found you. I'll kill you. خليني أنا أروح على بروما. هنروح نرتاح ببروما. نخلص نشوف مهمة الكلب اللي أنا عندي إياه. في عندي كلب. أياه أخيرا. من بعد عناء. قعدنا كذا حلقة بصراحة. وإحنا وين فتنا هون؟ ليك دخلنا من غير باب. أوكي. يا هات لننزل نحط الحصان تبعنا. نحطه بالساحة الرئيسية للمدينة. رح اختم الحلقة هون كمان، يعني هيك بيأدي. حنرجع بالحلقة الجاي. ويت. هي هون الساحة الرئيسية تقريبا. رح اوقفه هون جنب النار، خليه يتدفى شوي. يا فالحلقة هاي رح انهيها هون. بالحلقة الجاي رح نحاول نفوت نشوف عنا هالكلب، بدنا نرجعه. هيا فعلته هون. هات لنشوف هلا هيك على السريع فيني انا افوت اقول له شو الماب. بيقول لي مع مين بدي احكي. ما مش مبين معي شيء. يا فرح نحاول نشوف هالكلب هذا شو قصته. وكمان المهمة هاي إذا فيني أروح. يا لا أسكومة، بدل ما أروح أجيب الأشياء اللي كانت مسروقة. وبدنا نحاول نروح نلاقي هاي المرة اسمها ألامو. ماني متذكر وين شفتها. إذا فيني إني أواجهها أو إذا فيني إني
احكي مع احد الحراس هقول لهم على الموضوع هذا، هنبقى نشوف من هلا لوقتها. بنشوفكم على خير، الى اللقاء.